عليكم ورحمة الله يا إخوان، كيفكم؟ شو أخباركم؟ يا جماعة الخير، أنا محمد العبد الحليم، أنا اللي مصاب بالكورونا. أموري طيبة يا إخوان، أنا ما قريت شو اللي كاتبينه فوق لأنه التلفونات نازلة بشكل شديد علي، الناس بترن وإذا تطمن وكذا. أنا يا إخوان بحالتي كثير ممتازة وفوق الطيبة أموري، والآن مستشفى حمزة بالحجر أنا وزميلي اللي كان مسافر معاي، والحمد لله رب العالمين، صحتي فوق الحديد وأموري طيبة لله الحمد، بس حجريني من باب إنه يطمنوا إنه طلع الفيروس مني، والفيروس أنا بيعتمد على مناعة الشخص، يعني أنا تعبني يومين بالضبط وأموري طيبة، ما في عندي ولا أي مشكلة، بس حاجريني الآن هم عشان يتأكدوا 100% إنه أموري تمام. وبس يا أخوان، هاي كل القصة، والموضوع ما بخوف، والفيروس بخوفش وما بعديش بالطريقة اللي الناس مفكريتها، ومش بالساهل إن الواحد ينعدي. يعني هذا زميلي سافر معاي، قعد معي 8 أيام بالسفر ورجع معي بالطيارة، وبيشتغل جنبي بالمكتب، وصارنا 3 أيام رايحين وياه على الفحوصات مع بعض وما نعدى. فالموضوع يا أخوان كثير مهول، والحمد لله رب العالمين، هاي ببعث لكم أموري طيبة جدا أنا.